السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في دورة اللارافيل. تعرفنا بالدرس السابق على كيفية إضافة بوست إلى الداتابيس. طيب، بهذا الدرس رح نتعلم الفاليديت. شو أهمية الفاليديت؟ بكل بساطة، لو رحنا على صفحة الأد بوست وضغطنا سبميت والحقول فارغة رح يعطيني خطأ. طيب كيف أنا ممكن حل هالخطأ بالفاليديت؟ كيف أنا بعمل فاليديت؟ أول شغلة مثلا أنا بروح بعمل ريكويست عشان آخذ الريكويست اللي جايني من الصفحة بهي الطريقة، تمام؟ ثاني أمر حط هون request، أوكي request بهي الطريقة، حط له validate، تحقق لي من الريكوست، تحقق لي من الريكوست validate، أو خلينا نرجع نعيد الكلمة validate بهي الطريقة. بعدين بنعمل بهي الطريقة أوكي، ومنبلش نعمل مصفوفة ومنبلش منحط اسم الحقل ومنختار المزايا اللي بدنا اياها من خلال Assistive Array، اوكي، وبنعمل بهالشكل. اول واحد required، لاحظوا شو يعني required، يعني مطلوب required، اوكي هي الطريقه. طيب هلا لو عملت حدثنا الصفحه عملنا submit، لاحظ انه ما اعطاني خطا. ليش؟ لانه راح لا يعمل insert بس لقى احد هاي الخيارات مو محقق فرجعني على الصفحة اللي كنت فيها. طيب انا كيف ممكن شوف الخطأ؟ يعني كيف انا ممكن شوف هذا الامر؟ يعني مثلا احنا بدنا نطبع رسالة الخطأ نقول له والله مثلا التايتل لا يجب ان يكون فارغ، كيف هذا الحكي ممكن يكون؟ بكل بساطة برجع على صفحة الادمن اللي عم ضيف فيها انا وبعمل تحت ديف لنفرد، وبنعمل اختار مكان، نعمل فيد مكان للاخطاء عنا، اختار هاي المكان، اوكي بعد تقريبا بعد الرو، اوكي اختار هون، نعمل ديف جول 12، اوكي وبعمل فور ايتش بهذا الشكل اند فور ايتش، اختار هون ايرور all، كل الايرور قول له تمام رجع لي اياه على شكل مصفوفه. هاي المصفوفه اللي حكتبها هون بهذا الشكل. بكل بساطه بعمل div alert alert مثلا danger بهالشكل، اوكي اعطيه margin top ايضا 3 او 4 وبطبع هون الايرور. بنشوف اذا هذا الكلام صحيح ولا لا، بنعمل تحديث وبنعمل سبميت. بكل بساطه قال لي ذا تايتل فايلد از ريكوايرد، حق للتايتل موجود. اذا عملنا دخلنا بالتايتل عملنا سبميت رح يعطيني خطا كمان، بس ليش يا ترى؟ لانه لازم يكون ايضا هذا الحقل موجود، لا يمكن ان تقوم قيمه الكونتنت نل، وايضا لا يمكن ان يكون الكاتيجوري ايضا نل، لا يمكن ان يكون ايضا، يعني في امور كثير لازم نعملها تحقق. هلا فهمنا اول شيء، عرفنا كيف نجيب الاخطاء بهذا الشكل. طيب بنروح على صفحه البوست، عفوا بروح على الكنترولر بوست وبشوف كيف لحى اعمل للباقي. بقول له كونتنت اوكي ايضا يجب ان تكون ريكوايرد required required oh my god required، تمام. وراح اختار ايضا الكات اي دي ايضا required، اي واحد منهم مو محقق ما راح يقوم بالارسال. نعمل submit حقول فارغه طبعا. قال لي the title filed is required, the content filed is required, the cat id file is required، الحقل هذا مطلوب والحقل هذا مطلوب. طبعا وايضا حقل اليوزر اي دي لازم يكون مطلوب، بس بما انه حقل مخفي فحكم اللي حيكون البيانات مرسله، تمام. طيب انا كيف ممكن حل هاي المشاكل؟ او كيف مثلا ممكن، طيب اذا واحد مثلا اختار الاسم مثلا بس دبليو، تمام، واختار هون دبليو وعمل هون مثلا حطه بحقل البروجرامينج وضاف، حيعمل له سبميت بشكل طبيعي وما في اي خطا، تمام، انضاف في البوست بهذا الشكل. طيب هي مشكلة، لازم انا ما معقولة يعني بوست مثلا يكون عنوانه بس حرف واحد. طيب كيف ممكن حل هي المشكلة؟ انا برجع على صفحة الاد بوست
بروح على الكنترولر وبحدد عدد الأحرف أو أقل عدد من الأحرف ممكن يدخله. حقول له مين أقل شيء دخل لي 4 حروف بالعنوان، وبالنسبة للكونتنت أقل شيء يجب أن يكون مثلا 10. طيب بنروح بنشوف إذا هذا الحكي تم ولا لا. رح ندخل W وهون W، ورح ندخل هون بروجرامر، ونحن نعمل رح نعمل سبميت. بنشوف قال لي ذا تايتل ماست بي ات ليست 4 كاركتر، يعني عم يقول لي يجب ان يكون التايتل على الاقل 4 حروف. تمام، اذا فهمنا الافكار الرئيسيه. طيب شو عندك ايضا خواص ممكن نتحكم فيها؟ ممكن نقول له ماكس اكبر عدد من الحروف مثلا 10، ممكن نقول له ايضا يونيك. يونيك طبعا انه مثلا اذا في بوست بهذا الاسم لا تخلي لي البوست الثاني ينضاف. تمام، وعندنا ايضا العديد من الخواص ممكن نشوفها بموقع لارافيل. اوكي، بس مبدئيا انا بيهمني الماكس او المين وريكواير، هي اللي بيهموني انا لانه دائما تركت البحث الكون. بتفوتوا على موقع لارافيل في عندنا اكثر من 20 فاليديتر بتشوفهم وبتعرف بتتعرف على كل واحد ومشروحين بطريقه تفصيليه بهذا الشكل. طيب كيف ممكن يجي واحد يسالني كيف انا ممكن اغير هي الرساله؟ اكتبها مثلا، انا بدي اغير مثلا، بدي لما يكون دخل اقل من 4 حروف اكتب له مثلا باللغه العربيه العنوان اقل من 4 حروف، كيف ممكن اعمل هالشيء؟ طب انا اذا بدي اختار اي رساله بس بعمل كل بساطه كوما، وبعمل بفتح مصفوفه ثانيه بهذا الشكل وبختار، رح اقول له تايتل مثلا دوت ريكوايرد. اوكي بهالطريقه رح اكتب الرساله اللي بدي اياها. يعني مثلا اذا الحقل كان فارغ رح يطلع لي هي الرساله تايتل دوت ريكوايرد. شو هي مثلا؟ طبعا هي بالنسبه للتايتل، رح اقول له العنوان لا يجب ان يكون فارغ مثلا. رح اقول له ايضا اسف بنرجع الانجليزي. اوكي، وبنعمل تايتل ديت مين مثلا الخطأ العنوان، او اسف العنوان لا يجب ان يكون اقل من 4 حروف بهي الطريقة، ونشوف اذا هذا الحكي صار ولا لا. نعمل تحديث وبنعمل سبميت. بنلاحظ انه الحقل العنوان لا يجب ان يكون فارغ، كتبت حرف، بعمل سبميت مرة ثانية، قال لي العنوان لا يجب ان يكون اقل من 4 حروف. بهي الطريقة عرفنا كيف نحن نختار ايضا الرسالة او نتحكم بطريقة عرض الرسالة. هلا بنكون انتهينا من الفكرة الأولى للفاليديت. طيب في مشكلة هون، إذا أنا مثلا دخلت هون مثلا مجموعة من الكلمات واخترت لنفرض البروجرامر، تمام، وعملت سبميت، طلع لي رسالة الأخطاء، بس أنا مثلا ما معقولة أرجع أعيد الكتابة من أول جديد مثلا. تمام، يعني أنا مثلا ما معقولة إذا دخلت learn PHP لنفرض وعملت هون كتبت مثلا 4 5 كلمات واخترت البروجرامر، ما معقول ارجع اعيد كل هذا الحكي بمجرد اني اعمل سامت ويكون في احد الخواص مو محقق الشروط. شو بعمل لحتى احل هاي المشكله؟ برجع على صفحه البوست. اوكي، بروح على الحقول وبعمل فاليو لكل واحد، فاليو بكل بساطه بهي الطريقه، وبقول له اولد وبختار نفس اسم النيم تايتل، نفس هذا الكلام. بروح انا وين بكرره؟ بالكونتنت. تمام، شو رح اقول له؟ رح اقول له هون كونتنت. طيب نشوف اذا المشكله انحلت ولا لا. هلا قلت له مثلا ليرت بي اتش بي، عملت سبميت، قال لي ذا كونتنت فايل از ريكوايرد وذا كات اي دي فايل از ريكوايرد، بس لاحظوا تايتل ما انحذف ضل موجود، يعني ما اضطريت ارجع اكتبه من اول وجديد، لا. طيب هلا عملت هاي اثنين وعملت سبميت، قال لي ذا كات اي دي فايل از ريكوايرد، قال لي هذا مطلوب. تمام، بس لاحظوا انه الحقل هذا موجود ما مسحت الكلام، والحقل هذا موجود الكلام فيه ما انمسح، وهذا الشيء وفر علينا وقت. بختار باي قسم بروجرامر، بس حغير اسم هي افضل سكريبت بهي الطريقه، وبنعمل سبميت، او مثلا خلينا نقول ايكما سكريبت هيك بس مشان اميز اسماء البوستات ايكما سكريبت. اوكي، وعملنا اليرت، بكل بساطه انضاف الحقل بهذا الشكل.
بتمنى يكون الدرس نال إعجابكم. انتظرونا بدروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.